بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إزيكم يا أبطال سنة تانية؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلكم أحمد مدحت، فرقة تالتة. إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة تاني جزء من محاضرات من أولى محاضرات الباثولوجي في ميديول رينال، وهي الجلوميرولار ديزيز. خدنا فكرة في الأول في الجزء الأولاني عن الجلوميرولار ديزيز وإيه الديزيز اللي ممكن تيجي في كدني. بص، هنعمل ريفريش بسرعة كده المحاضرة اللي فاتت. المفروض المحاضرة اللي فاتت احنا بدأنا بإيه؟ قلنا إن الرينال سيستم عبارة عن بيبدأ في كدني بلفيس يوريتر، بعدين يورينال بلدر، بعدين يوريثرا. أنا كوظيفتي في أول شابتر إن أنا آخد الديزيز اللي بتحصل في الكدني. بدأنا نقسم الديزيز اللي بتحصل في الكدني برايمري وسكندري. البرايمري هي الديزيز اللي بتحصل في الكدني، بدايتها بتكون في الكدني. السكندري هي الديزيز اللي هتبقى موجودة في جزء تاني في الجسم وتبدأ تنتقل لفين؟ للكدني. خلاص؟ خدنا من البرايمري، قلنا اللي هي السكندري دي مش هناخدها، يعني هيكون شابتر تاني هناخدها بعد كده في الشابتر اللي عليه الدور. هناخد منها الدايابيتس والهايبرتنشن، يعني حاجات كتيره كده، بس احنا وظيفتنا في الشابتر ده البرايمري الاول. خلاص ماشي، بدانا ناخد البرايمري. قلنا ان ممكن يكون نفريتك او نفروتك، او ممكن يكون ميكس بين الاثنين في بعض الديزيز اللي ممكن تحصل. اول حاجه النفريتك، خدنا بدانا ناخد ايه الباثوجينيسيس بتاع النفريتك والنفروتك. بدانا النفريتك ده انفلاميشن حقيقي وبدا يحصل فازودايليشن واديما بروليفريشن، خنقت الكيدني هايبرتنشن ومش عارف ايه، وكل الميكانيزم اللي خدناه المره فاتت. تاني حاجه النفروتك، قلنا النفروتك دي يعني اوتيك يعني بروتين، فبالتالي قلنا البروتين ده حصل مشكله ان الكدني ما بقتش تعرف ترجع البروتين. ده نتيجه اللي حصل مشكله فين؟ بيزمنت ممبرين وبوسايت الاثنين مع بعض. فنتيجه المشكله دي بدا يحصل بروتينيه وماسيف بروتينيه والمشاكل اللي هتحصل بعد كده. خلاص ماشي، بعد كده بدانا نعرف الباثوجينيس اللي بتحصل في الكدني. اي ديزيز ممكن يحصل في الكدني، ممكن يحصل الميكانيزم بتاعه على عن طريق ايه؟ اول حاجه يقول لك ان كان في انتي بودي لوحده، كان في كومبلمنت لوحده، او كان في كومبلمنت، او كان في سيل ميديتد. طب جينا الانتي بودي، يا اما انتي بودي لوحده يا اما انتيجين. الانتيجين ممكن يكون الاثنين ماشيين مع بعض في سمانه سيركليتنج، يا اما ان سايتو الاثنين هيكونوا موجودين في الكدني نفسه. خلصنا الباثوجينيسيس، بدانا بعد كده ناخد امثله على النفريتك. ان احنا نفريتك ونفروتك، هناخد ثلاث امثله. خدنا ثلاث امثله مره على النفريتك. اول واحد اكيوت ديفيوز بريفريتيف جلوميرولونفرايتس، من اسمه ده اكيوت انفلاميشن ديفيوز هياخد الكدني كلها. فقلنا ان من قسمناهم لبوست ستريبتوكوكال وستريبتوكوكال ونان بوست ستريبتوكوكال. البوست ستريبتوكوكال كان بيتبع على ستريبتوكوكس انفكشن باسبوعين لاربع اسابيع، ويبدا وده بعرفهم الهيستوري، باخد الهيستوري من العيان وابدا اعرف العيان ده هل جاله او والدته اللي معاه تقعد تقول لي يا دكتور ده هو كان جاله بوست ستريبتوكوكال قبل كده، وقلنا ان هو اكتر في الميل. خلاص، وقلنا بوست ستريبتوكوكال بكتيريا وفيروس اي حاجه تانية ومش مهمه. خلاص، اهم حاجه نعرف ان بوست بعد بوست ستريبتوكوكال وهو جروب ايه، بيتا هيموليتيكس. بعدين جينا نقول الجروس بيكتشر، مش هنتكلم عنه، احنا قلنا هنركن الجروس بيكتشر، معلش هنركنه لاخر الفيديو ده. خلاص، احنا قلنا هنركنه وهنتكلم عليه في الاخر عشان نقارن بينه وبين الكرونيك. بعدين بدانا نتكلم عن ايه، على سألتين شفنا تحت الميكروسكوب بقى، يا اما لايت مايكروسكوب يا اما اميونو فلورسنت يا اما الكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب بدانا نشوف ايه، بدانا نشوف حاجات من بره. خلاص، بدأنا نشوف بقى اللي هي باللايت ميكروسكوب، بدأنا نشوف الحاجات اللي موجودة في الكدني، زي مثلا الجلوميرول حصل لها ايه، التوبيول حصل لها ايه، الكوليكتنج تيبيول، الكونفوليوتد تيبيول. خلاص كده ماشي. بعد كده بقى نتكلم عن اللايت الالكترون ميكروسكوب والاميونو فلورسنت، بدأنا نشوف فيهم ايه الانتي بودي والاميون كومبلكس بدأ يبقى موجود فين. خلاص، وشوف نوع الاقي جرانيولار واشكاله وكده. بعدين لابراتوري فايندنج برضه الفريتك، اي حاجه لها علاقه بالنفريتك، ويميز الحته دي ان في ستريبتولايسين اول التتر. خلاص، انت انجريز ستريبتولايسين اول تتر، وده بيشير ان كان في ستريبتوكوكاس قبليها. بعدين التشيلدرن لقينا ان هو جود اوت كام في التشيلدرن اكتر من الادلت. خلاص، بعدين جه بعدين كريسنتريك، هو رابيدلي بروجريسيف حسب بروجريشن الاكيوت اللي قبله، فبدا يدينا ايه رابيدلي بروجريسيف. هو بيقول لك ان في كريس التريك بدا يكون في البومنز سبيس في قفله. هو كان في بارايتس في الاول، بدا يجي لها فايبر وماكروفاج، بدات تعملي الكريسنت فورميشن. ده بدا الكريسنت فورميشن لو بعد ما اتكون يبدا يضغط على البيزمنت تمبرين ويعمل لي هيموريدج، لو ضغط على اسمه ايه ده، على بلاد فيزل. خلاص كده ماشي. بعدين بدانا نشوف تحت الميكروسكوب بقى لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب، هو لقيناه زي اللي قبله بس زودنا عليه شويه حاجات. اخر حاجه جود باستر سندروم، لان ان في انتي بودي ضد البيزمنت تمبرين اللي موجود في اللنج واللي موجود فين في الكدني. فنتيجه الانتي بودي اللي هيهجم على البيزمنت تمبرين، فلقينا عمل في اللنج ايه، عمل هرمونال هيمرج، وعمل في الكدني إيه؟ عمل جلوميرولونفرايتس. خلاص كده، وده اكتر ديزيز ممكن يعمل ايه ديس، ولكذا سبب رينال فيلير بقى، هايبر تنشن، الحاجات دي كلها، او انكريز البوتاسيوم ليفل. خلاص، الله اكبر، لا اصلا ثانيه يا شباب، كمل بس بعد الاذان ان شاء الله. يلا نكمل الدكاتره. خلاص كده، خدت بقى انت بصيت على اللي فات، نبدا بقى محاضرتنا النهارده ان شاء الله. المحاضره النهارده تمشي ازاي؟ اول حاجه احنا هناخد، المفروض هنتكلم عن اول حاجه الحاجات اللي خدناها في المبرينس ديزيز هناخد منها، او النفروتيك ديزيز هناخد منها امثله. خلاص، اول حاجه هناخد منها مثالين، بعدين هناخد ديزيز، هناخد يبقى مثالين على النفروتيك، بعدين ديزيز
او مثال واحد على ممكن يحصل فيه ميكسد، يعني ما هو نيفروتيك اصلا بس ممكن يحصل معاه نيفريتيك. وخلاص خلصنا كده، نيجي ناخد الكرونيك جلوميرولي نيفرايتس. لما يحصل كرونيك بقى، اما الاكيوت احنا هنا خدنا المرفت اكيوت، الاكيوت ده لو زاد ووصل لكرونيك. بعدين هناخد هنت بسيط كده عن الكاستس، فاكرين الار بي سيس كاست والكاستس اللي خدناها المره اللي فاتت، هي دي هناخدها برضو النهارده. خلاص كده تمام، يلا برضو نقول مع بعض الدعاء بتاعنا. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل. زي ما قلنا بقى هناخد النهارده، لا ثانيه عشان معلش يا شباب، يبقى زي ما قلنا النهارده هناخد ايه؟ اول حاجه هناخد امثله للنيفروتيك سندروم. تمام، اول واحد اسمه ممبرينس جلوميرولونيفريتس، وهنعرف دلوقتي سميناه اسم كده ليه. بعدين ميلامين تشينج جلوميرولونيفريتس، بعدين اي جي نفروباسي. يبقى دول ثلاث امثله، اول مثالين هناخدهم في النيفروتيك. المثال الثالث الاي جي نفروباسي، ده مثال ممكن يعمل نيفروتيك ومعاه ممكن يعمل نيفريتيك. واخر حاجه كورونيك جلوميرولونيفريتس. وبرضه قلنا هناخد ايه انت بسيط كده عن الكاستس، قلنا ار بي سيس كاست، طب يعني ايه كاست، يعني انواعها ايه، الحاجات دي كلها. خلاص يلا بسم الله. اول حاجه هي نراجع بسيط مراجعه بسرعه كده عن النيفروتيك سندروم. النيفروتيك سندروم عباره عن ايه؟ ان البودوسايت والبيزمن تمبرين حصل لهم مشكله فقل البروتين. خلاص ثانيه، فقل البروتين. لما قل البروتين ايه اللي حصل؟ اول حاجه الايمينوجلوبولين، البروتين ده كان من امثلته الايمينوجلوبولين. فلما قل الايمينوجلوبولين بدا يحصل انفكشن. ليه؟ لان الايمينوجلوبولين كانت مسؤوله عن المناعه. تمام. تاني حاجه بروتينوريا، بروتينوريا يعني ايه؟ البروتين هيبدا ينزل في الدم، ماسيف بروتينوريا اكتر من 3.5 جرام. ماشي، طب يعني ايه فروز يورين؟ فروز يورين يعني اللي هو فيه رغاوي. اليورين بيبقى نتيجه البروتين، البروتين لما يجي لما تلاقي البروتين موجود في اليورين بيعمل فروزي، فروز يورين شكل فروز يورين كده، فيه رغاوي على اليورين من بره، فيديني انديكيشن ان في بروتين في اليورين ده. جميل. طب انتي ثرومبين، انتي ثرومبين ده اللي هو من مسؤول عن الكلوتينج فاكتور او الكلوتينج. فيحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ثرومبوزس. لما ده انتي ثرومبين يعني بيقلل الثرومبين اللي هو الايه، بيقلل الجلطه. فلما يحصل اما ده يقل تبدا تتكون الثرومبوزس بسرعه. هو اصلا في الجسم بيكون ثرومبوزس، يعني ثرومبس عادي بتتكون، بس نتيجه وجود الانتي ثرومبين بيبدا يفكها ويبدا يزود سيوله الدم. لا، لما ده قل بدا يحصل ثرومبوزس بسهوله. تمام. من البروتين برضو اهم بروتين الالبوم، لما الالبوم قل بدا يقل البلازما اونكوتيك بريشر فتحصل اديمه، ولما الاونكوتيك بريشر قلت بدا يحصل جلوميرولر فلتريشن ريت يقل، فيبدا الرين انجيوتين سيستم يشتغل فتحصل صوديوم اند ووتر ريتنشن فتحصل برضو اديمه. ونتيجة ان الالبومين قل بدأ الليفر اكتيفيتي تزيد. احنا قلنا ايه الليفر اكتيفيتي؟ الليفر كان مسؤول عن ان يزود الالبومين. لما كان اللايبوبروتين الليبيد مسؤول عن اللايبوبروتين بدأ يحصل الليبيد يمسك في البروتين، فالبروتين نزل الليبيد، حصل هايبر ليبيدين وبعدها ليبيديوريا. فلاقي فاتي كاست، ان في فات نزل في اليورين على هيئة كاست برضه، واوفال فات بوديز هلاقي في شوية فات كده موجودة فين؟ في اليورين. خلاص كده جميل. اول واحد عندنا اسمه ممبرينس جلوميرولونيفريتس. بصوا بقى يا شباب، احنا قلنا ده مثال ايه؟ للنيفروتيك. يبقى انا عندي الديزيز ده، المفروض الحاجه اللي هتحصل هتحصل فين؟ في البيزمنت تمبرين والبودوسايت. ماشي. فقصه قصه الديزيز ده بتبدا بايه؟ بتبدا ان انا عندي في ايميون كومبلكس. خلاص، الايميون كومبلكس ده عشان ياثر على البودوسايت وعشان ياثر على البيزمنت تمبرين، احنا قلنا لازم ممكن يروح الايميون كومبلكس ده يترصف فين؟ يا اما مثلا شيم، يا اما صب انديسيليال، يا اما صب ابيثيليال. طب عشان ياثر على البيزمنت تمبرين والبودوسايت راح يترصف صب ابيثيليال. يبقى اول حاجه ان هو هيترصف سبب بسل ما بين البيزمنت تمبرين والبودوسايت عشان يقدر ياثر على الاثنين. جميل. لما اثر على لما راح البيزمنت تمبرين والبودوسايت بدا يحصل البيزمنت تمبرين سيكننج، وبدا البودوسايت يحصل لها افيسمنت. وهنعرف يعني ايه افيسمنت دلوقتي، يعني حصل فيها مشكله. خلاص باختصار، حصل فيها مشكله. لما حصل فيها مشكله دي كانت مسؤوله عن ايه؟ ان يحافظ على البروتين. لما ما حافظش على البروتين بدا يحصل مازل بروتوناري، بدا البروتين يخرج في الدم وجنرالايز دي ممكن تبدا تظهر عليها اعراض النيفروتيك. يبقى ده قصه الديزيز بتاعنا. اول حاجه بيقول لك اهم معلومه، بيقول لك ان الممبرينس جلوميرولونيفريتس ده الموست فريكونت كوز للنيفروتيك سندروم في الادلت. لان في الديزيز اللي بعده، احنا هناخد اتنين ديزيز في النيفروتيك، الديزيز اللي بعده هيقول لك ان ده الموست فريكونت كوز في الشيلدر. يبقى ده للادلت، خلي بالك الممبرينس للادلت. التاني اسمه مينيمال، مينيمال يعني صغير، يبقى في التشيلدر. دي سكيما حلوه الاثنين اهم. ماشي. تاني حاجه الانسيدنس بيحصل فين؟ بيحصل كومون ان ميدل اند اولد ايج، والميل اكتر في الميل. لحد دلوقتي الميل اكتر، الميل مسيطرين يعني ما شاء الله، فالبيل اكتر من الفيميل. جميل. بعدين بيقول لك ايه؟ احنا قلنا القصه بتاعته ايه اللي هيحصل؟ كوز باي انسايتو، هو حدد لك ان الاميون كومبلكس ده انسايتو، ان الاندجين كان موجود هنا او بلانتد فيكسد او بلانتد انسايتو. اميون كومبلكس فورميشن باي جرانيولار ديبوزيشن، احنا قلنا كله جرانيولار ما عدا اللينير كان موجود فين؟ نفتكر مع بعض الجود باستر. تمام. باي جرانيولار ديبوزيشن اوف اي جي جي الونج ذا وول، احنا الاي جي جي مش هلاقي الام بقى غير فين؟ في الاكيوت اللي هو اكيوت ديفيوز. الونج ذا وول اوف جلوميرولار كبسول، يبقى هلاقيه في الوول بتاع جلوميرولار كبسول. الونج الوول شايفين اهي، شايفين الاخضر ده اهو
الاخضر ده الانتيجين والانتي بودي ماسك فيها اهو، اتصرف في ما بين البوديسايت والبيزمنت برين، سميناه سب ايبيثيليال. جميل. الكوزس بتاعته بيقول لك ممكن برايمري ايديوباثيك، واغلبه ايديوباثيك، يعني مش هلاقي مره واحده كان في مرض قبل، لا ده اغلبه ايديوباثيك. وانون انتيجين، لان قلنا الانتيجين بتاعه مش معروف، يعني هو الانتي بودي خد الانتيجين وراح وقف في المنطقه دي. خلاص كده جميل. تاني حاجه، او ممكن سكندري، سكندري بقى نتيجه ايه؟ مالجنت، ممكن مالجنت تيومر زي كانسر كولون مثلا، ممكن دراجز زي البنسيل الامين، ممكن انفكشن مثلا زي بالهاريسيسيس، ممكن ميتابوليك ديزورد زي الديابيتس والثايرويدايتس، ممكن سيستميك لوبس، اي حاجه من الحاجات دي. خلاص يبقى برايمري وسكندري. برايمري اهم حاجه انه ايديوباثيك، موستلي ايديوباثيك في 85%، وسكندري مالجنسي وسيستميك لوبس. خدنا سيستميك لوبس قبل كده برضو في الكريسنت، يعني اللي هو ايه، مش مهمه، مش يعني ممكن اي ديزيز يعملها، ممكن تحط اي ديزيز في السكندري، مش حاجه سبيسيفيك يعني. خلاص جميل. اول حاجه جينا نبص لللايت مايكروسكوب، هنبص على اللايت مايكروسكوب، تحت اللايت مايكروسكوب هنشوف ايه؟ بيقول لك اول حاجه ان انا لازم انفي ان في نفريتك، يعني وانا ببص هل في نفريتك، انا وانا بحدد بقى الديزيز، انا راجل باثولوجيست اهو، رايح احدد، الدكتور باثولوجيست رايح يحدد ويشوف هل ده الديزيز ده نفريتك ولا نفريتك. فانا ببص ما لقيتش فيه سيلولار بروليفريشن، فده بيديني انديكيشن ان مفيش انفلاميشن، فده مش نفريتك. فدي اول حاجه هلاقيها. تاني حاجه هلاقي في سيكننج البيزمنت ممبرين، لان احنا عارفين من الصوره اللي قبلها اهو ان الانتي بودي كان عامل له هنا، حصل هنا، فيحصل هنا تشينجز، فيحصل البيزمنت ممبرين سيكننج. فيقول لك اول حاجه سيكننج البيزمنت ممبرين، تاني حاجه وذ سبايكس باي سيلفر ستين اند ذا جلوميريوس از نورمال وذ نورمال سيلولاريتي. يعني ايه بقى الحته دي؟ بصوا بقى يا شباب، احنا عندنا المفروض اهو ده البيزمنت ممبرين اهو، ثانيه معلش عشان بس الماوس فيه مشكله، معلش اهو البيزمنت ممبرين اهو، المفروض البودوسايت عليها اهي، صح؟ البودوسايت عليها اهي، ماشي. الاميون كومبلكس راح تصف فين؟ في المنطقه دي كده، اللي هي المنطقه اللي تحت ما بين البيدوسايت وما بين ايه؟ البيزمنت ممبرين، تمام؟ اهو راح تصف هنا في المنطقه دي كده، جميل. طب البيزمنت ممبرين عشان يحاول يحافظ على مكانه يعمل ايه؟ هيحاول ينط من فوق، البيزمنت ممبرين، هيحاول ينط من فوق الاميون كومبلكس ويوصل للايه؟ البيدوسايت. فعمل ايه؟ بيقول لك عشان يحاول البيزنت ممبرين يطلع من فوق الاميون كومبلكس ويرجع البودوسايت مكانه تاني، فعمل سبايكس، عمل حاجه زي السبايك، بص زي الشويه كده، طلع حاجات طلع عشان يقدر يطلع من فوق الاميون كومبلكس ويوصل ايه؟ للبودوسايت. فعمل حاجه اسمها سبايكس، والسبايكس بحرف الاس هيبقى سيلفر بحرف الاس، هشوفها بسيلفر ستين بحرف الاس. يبقى خلاص كده فهمنا ازاي السبايكس دي بتتكون. خلاص كده تمام. يبقى اول حاجه بالال ام مفيش اي يعني مفيش اي بروليفريشن ولا انفلاميشن اهو. قال لك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في نورمال سيلولاريتي وفي الجلوميريوس هي نورمال، بس المشكله حصلت فين؟ في البيزمنت ممبرين وفين؟ وفي البودوسايت. دي اول حاجه اشوفها بالال ام. جميل. بعد كده هشوف بالالكترو مايكروسكوب، احنا قلنا القصه بتاعته بقى، قلنا هنلاقي فيه ايه؟ سب ايبيثيليال ريجولار ديبوزيشن، حصل سب ايبيثيليال بين البيزمنت ممبرين والبودوسايت، ريجولار ديبوزيشن اوف دنس امورفس ماتيريال. دنس امورفس حاجه دنس، يعني حاجه غامقه، حاجه اللي هو ايه، حاجه غامقه كده، مش فاتحه، لا ده دنس، مش ليوسنت، لا دنس. خلاص ماتيريال اميون كومبلكس ان بيزمنت ممبرين، موجوده في على البيزمنت، في البيزمنت ممبرين نفسه، ما بين البيزمنت ممبرين يعني والبودوسايت. فحصل ريجولار سيكننج اراوند ديبوزيت، في سيكننج اراوند ديبوزيت اللي هو كان قصدي يوصل بيها ايه؟ السبايك، اللي هي السبايك اللي طلعت دي. خلاص ويز سبايكس بروتريودنج فروم ذا بيزمنت ممبرين، البيزمنت ممبرين كان بيحاول يوصل تاني فيحصل سبايكس. ويز افيسمنت اوف بودوسايت، يعني ايه افيسمنت؟ بصوا بقى البودوسايت دي كان المفروض شكلها كده اهي، البودوسايت دي كانت كده اهي، خلاص، وكان في فود بروسيس. فايه اللي حصل لما بقت كده؟ اتحولت لكده، بقت عامله كده، حصل لها افيسمنت، كاني ايه، عارفين اللي هو افيسمنت يعني اتساوى، اللي هي ايه، مش عارفه اوصفها بالعربي الصراحه، بس هي شكلها بقت كده، يعني بقت كانت فيها قبه كده، كانت قبه لفوق، بقت متساويه. خلاص فبالتالي لما لقيناها تساوي كده ما بقاش ليها قدره انها تحافظ على الحاجات، الشغل اللي كانت بتعمله، والبوتوسايت والرجول بتاعتها ما بقتش موجوده، فبالتالي بدات تسرب البروتين وبدا يحصل ايه؟ بروتينوريا. جميل. فهو يقصد هنا بايه؟ بانه يقول لك الريجولار سيكننج في سبايكس للبيزمنت ممبرين، يعني حاجه حصلت في البيزمنت ممبرين عمل سبايك، وحاجه حصلت في البوتوسايت حصل لها ايه؟ افيسمنت. جميل. في الكرونيك ستيج لو الحاجه دي فضلت موجوده، كنا قلنا ان البيزمنت ممبرين بيحاول يوصل، فكان بيكون بيزمنت تمبرين فوق البيدوسايد اللي كان موجود، فبيقول لك سيكننج البيزمنت تمبرين كابيلا ريول، يبدا البيزمنت تمبرين كان المفروض البيزمنت تمبرين حصل سيكننج، فبالتالي يبدا يضغط على البلاد فيزل اللي جنبه، وحصل نروج لليومين، ونتيجه النروج لليومين يبدا يحصل ديكريز في الرينال بلاد فلو، البلاد فلو كان يقل، فيحصل اسكيميا، فيحصل الجلوميريا فيلتريشن ريت برضه يقل،
فحصل يوريميا زي برضو النفريتك، زي ما كان هناك كان بيحصل ايه، كان البلاد فيزل كان حصل له نتيجه الاديمه والبروليفريشن خنقوا البلاد فيزل. لا ده هنا البيزمنت تمبرين، بس البيزمنت تمبرين اهو، اهو البيزمنت تمبرين وهنا البلاد فيزل اهو، البيزمنت تمبرين بدأ يزيد وسكنس سكنس سكنس سكنس. انا عارف المفروض البلاد فيزل كان قرب شويه بس ايه يعني كان قريب منه قوي، فالسكنج هيبدا ياثر على البلاد فيزل، فالبلاد فيزل تتخنق، يبقى السكنج ويبدا يقل الليمون، فالبلاد فيزل تتخنق، فنتيجه ان البلاد فيزل اتخنقت بيقول لك ديكريز الرينال بلاد فلو، البلاد فلو هيقل فيقل الجي اف ار فيحصل يوريميا، تبدا اليوريا ترجع تاني ويحصل هايبرتنشن لان انا خنقت البلاد فيزل فحصل هايبرتنشن، والبروتينوريا عشان البودوسايت حصل لها افيسمنت جميل، ويبدا الهالينايزيشن يحصل، فيبدا الهالينايزيشن يعني السيلز ما بداتش ايه اللي هو اتمزق، كانت في السيل انجري كان بيبدا الهالينايزيشن السيلز ما بقتش لها وظيفه خلاص، فقدت وظيفتها خالص، فيحصل هالينايزيشن ويحصل سوليد ويز اتروفي اوف ذا تيبيول، يبدا السيلز بقى تفقد وظيفتها ويز انترستيشال فيبروزس اند موني نيوكلير انفلتريشن. وعشان احنا هنا في كورونيك ستيج حصل فيبروزس لو الموضوع ده زاد عن حده، وبيحصل موني نيوكلير انفلتريشن، هناك كان في الاكيوت كان بيحصل بوليمورف نيوكلير سيل اللي دي مسؤوله عن الاكيوت، طب هنا كرونيك لا مونو نيوكلير سيلز انفلتريشن خلاص. واخر حاجه بقى ان لما اشوف الاميون فلورسنت هلاقي ايه جرانيولار ديبوزيت اوف اي جي جي محفوظه، اي جي جي عشان ده مش اكيوت، الجرانيولار عشان ما فيش غير حاجه ليها واحده هي جود باستر خلاص ماشي. طب يقول لك الكورس والفيد بقى بعد كده المفروض ده نهايته ايه بقى، يقول لك الجرادوال بروجريشن تو رينال فيلير، يقول لك شويه شويه يبدا يحصل رينال فيلير. بصوا هنا في 5 ل 10 سنين، فكان هناك في الكريسنت فورميشن كان بيحصل في ايه، بيحصل في ويكس او وانسز خلاص، فعشان كده سميناه برابيد ريبروجريسيف، او والحاجات دي ممكن تكون يعني ريفيرسيبل، يعني ممكن الرينال فيلير دي تبقى ريفيرسيبل، لكن بيقول لك ان هو نون افكتيف استرويد ثيرابي. ليه نون افكتيف؟ عشان كده بيقول لك ان احنا ما سميناش ده اللي هو، مع ان في مناعه يعني ان في اميون كومبلكس يشتغل وكده، لما جينا نشغل الاسترويد المفروض هتقلل الانفلاميشن، بيقول لك ده ثيرابي نون افكتيف استرويد ثيرابي. ليه؟ لان احنا هنا قلنا ان مش هيحصل انفلاميشن حقيقي، ده اميون كومبلكس عمل البيزمنت تمبرين خلاه يحصل له سيكننج، وعمل البودوسايت خلاص حصل لها افيسمنت، فبالتالي انا مش هلاقي الاسترويد ليها وظيفه هنا. ليه؟ عشان ده مش انفلاميشن، لو جربنا الاسترويد هناك على النفريتك اللي كان بيحصل فيه انفلاميشن حقيقي هنلاقيه بيحصل، يعني هلاقي الاسترويد شغال خلاص كده جميل تمام خلاص كده. نرجع بسرعه من برينس، يعني من برينس كان حصل فيه ايه، بيقول لك اول حاجه هو في حصل مشكله في الحاجه اللي هتصيب البيزمنت تمبرين والبودوسايت، تعمل حاجه في البيزمنت تمبرين تعمل لها سيكننج، فتعمل ايه شايفين السبايكس دي الحاجات اللي طالعه منها دي اهي، بتحاول تغطي على الاميون كومبلكس اللي موجود، فتعمل سبايكس والبودوسايت يحصل لها افيسمنت، فيبدا يحصل بروتينوريا ويبدا البيزمنت تمبرين، لو البيزمنت تمبرين فضل موجود يبدا يحصل له سيكننج اهو، يبدا يحصل له سب اسيلي ويحصل له سيكننج، لو الكرونيك ستيج ده لو فضل موجود يبدا يحصل له سيكننج ويقل البرينال بلاد فلو، ويبدا يحصل ايه يوريميا وهايبرتنشن وبرتينوري، بعدين هايلانيزيشن للسيلز، تبدا السيلز تفقد وظيفتها ويحصل لها سوليد واتروفي للتيبيول، يبدا اتروفي للتيبيول عشان بدات تفقد وظيفتها لان البلاد سبلاي قل خلاص كده، وده يحصل فايبروزس ومون نيوكل عشان احنا في كرونيك. بعدين لو جينا الاميون فلورسنت هنلاقي جرانيولار ديبوزيت اوف اي جي جي خلاص، ومن برينس طبعا هيقول لك الجرادوال بريجريشن اللي هي فيلير، اهم حاجه دي مهمه ان النون افكتيف استرويد ثيرابي، يعني ما فيش الاسترويد مش هيأثر لان ده مش انفلاميشن حقيقي جميل. نيجي تاني مرض هو اسمه مينيمال تشينج مينيمال تشينج جلوميرولو نفرايتس، الاول كان اسمه ايه ممبرينس، تاني مينيمال احنا قلنا مينيمال يعني قليل، يبقى هيجي في العيال الصغيره، ده الموست كومن كوز اوف نيفروتيك سندروم في التشيلدرن، خلي بالك عشان دي مهمه تمام. طب الليبويد نيفروزس ده اسم تاني، وهنعرف ليه سميناه الليبويد نيفروزس خلاص كده جميل. قصه المينيمال تشينج ده عباره عن ايه بقى، بصوا بقى احنا في الديزيز ده لما جينا نبص تحت الميكروسكوب في الجلوميرولاي لقينا ان مفيش اميون كومبلكس، يعني الحاجه اللي حصلت دي والبروتينوريا بقى والحاجات اللي حصلت دي كلها والفود بروسيس بتاع الافيسمنت بتاع الفود بروسيس بتاع البودوسايت، لقينا جينا نبص سب ابيسيليال ما لقيناش اميون كومبلكس، طب سب اندوسيليال، طب ميسانجيوم، طيب ما لقيناش اي حاجه، فادانا انديكيشن ان ده ايه ملوش علاقه بالمناعه جميل. طب جينا مره واحده جينا في بعض يعني بعض الناس لقينا ما عندهمش ده، جينا لبعض الناس التانيين لقيناهم ايه، لقينا ان ممكن الحاجات دي تحصل مثلا بعد انفكشن او تحصل بعد مثلا حساسيه، الحاجات دي كلها انفلاميشن، فبعد ما حصل لهم الانفلاميشن لقينا الكيدني ديزيز دي بدات تظهر او المينيمال تشينج بدا يظهر. طب انت هتدوخنا معاك ليه؟ فبداوا يعني بداوا في الاول قالوا ان مفيش اميون كومبلكس، مفيش اميون كومبلكس موجود في الجلوميرولو ديزيز، فقالوا ان ده مش انفلاماتوري. طب جم تاني بعديها قالوا ايه؟ لقوا ان في
بيحصل الحاجات دي او بيحصل جلوميرولار ديزيز ده والمينيمال تشينج ده بيحصل لما بيحصل بعد انفلاماتوري كونديشن، زي مثلا حصل انفكشن، زي اميونايزيشن، بدي الواحد اميونايزيشن مثلا، بدي له اميونايزيشن باسيف واكتيف. بيجي بعد هوجيك الليمفوما، هوجيك الليمفوما دي علاقه بالتي سيل اللي موجوده في البلد. التي سيل بيحصل فيها مشكله، فبالتالي بلاش يعني ما نخشش في تفاصيل، هو بيحصل فيها مشكله وخلاص، فلان ان دي لها علاقه بالمناعه، فبدا الديزيز يظهر. ولما باجي ادي الاغرب بقى ان انا لما باجي ادي المريض ده كورتيكوستيرويد، يعني استرويد اللي هو الاسترويد بديها للمريض ده، المريض ده بيخف. طب ازاي؟ ما هو ده مش انفلاماتوري، احنا لقينا ما لقيناش ايمون كومبلكس، بس الحاجات برضو بتدل ان انفلاماتوري خلاص. فعشان كده المرض ده لانه متناقض خلاص. بيقول لك اول حاجه هو موست كومن كوز اوف نيفريتك سندروم ان تشيلدرن، اول حاجه ما لقيناش ايمون كومبلكس ديبوزيت، يعني نيجاتيف اميون فلوريسنت. وخلي بالكم الحاجه دي مهمه، نيجاتيف اميون فلوريسنت يعني ما لقيناش انتيبادي موجوده في منطقه الجلوميرولاي، دي اول حاجه تمام. طب تاني حاجه لقينا حاجه غريبه قوي، ان هو بيحصل له انسيدنس، يعني بيزيد الانسيدنس فين بقى؟ عارفين الواحد لما بيعتز بيقول اتشي صح؟ احنا هنسكن الحته دي على كده. لقينا حاجه غريبه قوي، لان الانسيدنس بتاع الديزيز ده بيزيد امتى؟ بيزيد مع الاتوبي، اي سي اتش اي اتشي صح؟ دي اول حاجه مع الاتوبي. اتوبي يعني ليه حساسيه، واحد عنده حساسيه، كل ما تجيله الحساسيه دي وتجيله الاتوبي دي بيحصل مينيمال تشينج دي. كل ما الطفل ده يجيله الاتوبي دي بيحصل له كده. لما ادينا له كورتيكوسترويد لقينا حصل له اكسلنت، بيقول لك اكسلنت اكسلنت ريسبونس او دراماتيك ريسبونس، يعني حاجه فوق الوصف خلاص. مع ان ده احنا قلنا ما لقيناش اميون كومبلكس، ازاي ده حصل مع ان ده مش انفلاماتوري؟ او لقيناه بيحصل مع الهوجيك لينفوما، ودي مشكله بيحصل ديفكت في التي سيل اميونيتي، يعني ما هو حصل برضه تبع الاميونيتي اهو. طب وانفكشن؟ برضه انفكشن. طب ازاي ما لقيناش اميون كومبلكس؟ هو كده ده قصه الديزيز بتاعنا خلاص. بيقول لك اول حاجه اهو ابيسيلال انجري ويتش ازنت ديو تو ديبوزيشن، مفيش ديبوزيشن اميون كومبلكس. The current evidence suggests that there is disorder في T lymphocyte. Elaboration of cytokines. بيقولك إن أنا الحاجات اللي بتحصل current evidence إن في حصل مشكلة في T lymphocyte فأفرزت السيتوكينز. السيتوكينز دي هي اللي بتبدأ تروح تعمل إيه؟ بتبدأ بتظهر إمتى؟ لما لو معانا أتوبي، لو في أتوبي، لو في بتبدأ تستجيب للكورتيكوستيرويد، لو أنا اديت كورتيكوستيرويد للسيتوكينز دي هي اللي هتعمل. لو فيرال انفكشن مثلا عمل انفكشن وبدا يعمل النفرين اللي هو له علاقه بالكدني، افكت سينسيس بتاع النفرين، فهي السيتوكوينز اللي خارجه دي هي اللي بتعمل المشاكل دي كلها. عشان كده انا ما لقيتش ايمون كومبلكس خلاص. فبيقول لك ان انا السيتوكوينز اللي هتروح دي هتروح تعمل ايه؟ بيقول لك هتعمل ابيسيليا سيل انجري ولوس اوف بوتوسايت وذ لوس اوف كولومريولار بولونيون اللي هو ايه؟ بولي انيون اللي هو التحاب بتاعها، فيبدا او وظيفتها يعني، فبيقول لك التحاب بتاعها هيقل، فبالتالي يبدا يديني ايه؟ نفرتك سندروم. يبقى الفكره عندنا ان احنا ما لقيناش ايمون كومبلكس. طب قلنا خلاص مش هنلاقي، طب بيجينا نديله كورتيكوستيرويد يشتغل، يعني ادى دراماتيك ريسبونس، وبعدين بدانا نديله ايه؟ اتوبي، بعدين هوجي كلف، وبعدين انفكشن. لا ده ليه علاقه بالاميونيتي خلاص. بدانا نبص شويه، لان اللي بيحصل اما بيحصل الاتوبي او بيحصل الهوجي كلف او الانفكشن دي، التينفوسايت بتبقى في السيتوكونز، السيتوكونز دي هي المسؤوله بقى عن الحاجات دي كلها خلاص. جميل. جينا نبص على اللايت مايكروسكوب برضو لقيناها نورمال ما فيهاش اي حاجه. جينا نبص على الالكترون مايكروسكوب بتاعها لقينا يونيفورم ديفيوز افيسمنت خلاص، افيسمنت للفود بروسيس اوف بودوسايت مع بروكسي كونفوليوتد تيوبيول از ليبيد لادن. يعني ايه؟ يعني عندنا في البروكسي كونفوليوتد تيوبيول المفروض ان هنا البروتين وهو خارج احنا قلنا ان في هايبر لايبو بروتينيميا او هايبر ليبيديميا، في ليبيد زياده في الدم صح كده؟ طب الليبيد ده هو خارج، المفروض الليبيد ده هو خارج على الجسم، خارج من بصوا اهو، المفروض الليبيد ده اللي داخل هنا كده جيم البلاد اهو، الليبيد ده هو خارج بيحاول الجسم يرجعه تاني. طب هو بيحاول يرجعه ايه اللي بيحصل؟ ما بيعرفش، يرجع الليبيد ده يرجعه تاني للجسم، بيحاول ما بيعرفش يرجعه. تلاقي الليبيد ده عامل ايه؟ تلاقي الليبيد شويه ليبيد تراكمه هنا، شويه ليبيد تراكمه هنا، وهو بيحاول يرجعه، شويه ليبيد تراكمه هنا وشويه ليبيد تراكمه هنا. فان البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ليبيد لادي، ليبيد لادي يعني هنلاقي شويه ليبيد كده موجوده فيها خلاص. يبقى الديزيز ده متميز ايه؟ يبقى بيتميز ان في افيسمنت للبروسايت. تاني حاجه حصل البروكسيمال كونفوليوتد ليبيد لادن، وهي بتعمل ايه؟ وهي بتحاول ترجع البيزمنت، ترجع الليبيد ده للجسم تاني، لان ما حصل ايه؟ حصل ان الليبيد ده اتراكم في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول فبقت على شكل ليبيد لادن. تمام كده؟ جميل. نيجي للكلينيكال بيكتشر، المريض ده مريض ايه؟ نفروتك. يبقى هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي اول حاجه ان فيه باسيف بروتين، يبقى هنلاقي مؤاخذة يا دكاترة، يبقى هنلاقي أول حاجة إيه؟ ماسيف بروتينوريا. يعني إيه؟ يعني لقينا إن البروتين، كمية البروتين اللي خرجت في الجسم أكتر من 3.5 جرام، لأن ده إيه؟
ده نفروتك. تمام، اول حاجه بيقول لك ايه؟ هايلي سيلكتيف. ثانيه، هايلي سيلكتيف للالبومين، يعني لقينا اكتر بروتين ممكن يخرج في الجسم هو القلب. تمام، طب رينا الفانكشن، لقينا احنا بنلاقي كل حاجه نورمال، يعني مينيمال تشينج ده كل حاجه، بص مينيمال يعني صغير، بيقفل على صغيره وتاثيره كان صغير برضه. بيقول لك هو اثر ايه؟ البودوسايت عملها ايه؟ افيز من تفاعل بروتين خرج، وعمل ايه تاني؟ عمل ليبيد لادن بروكسيمال كونفرت تبيول، دي اهم حاجه في الموضوع. خلاص، هو كان لقينا ان مفيش اميون كومبلكس، دي اهم الاسئله في الحته دي خالص. نو هايبرتنشن، نو هيماتوريا عشان ده مش نفريتك، اكسلنت ريسبونس تو ستيرويد عشان قلنا ان ده ايه؟ ان هو بيستجيب للكورتيكوستيرويد، ده اللي عرفنا اصلا ان ده ايه؟ ممكن يكون تبع الاميونتي اهو. ده مينيمال تشينج، شويه شويه مشاكل حصلت في جلوميرولاي البودوسايت اهي، بصوا حصل افيسمنت البودوسايت، بدات تخرج البروتين اللي موجود اهو خلاص، وبدات التيبيول اللي وهي ماشيه بدا يحصل لها ليبيد لادن، او اللي مشاور عليها دي كلها ليبيد لادن. البودوسايت اهي، بص البودوسايت اهي، دي كده دي كده حصل لها افيسمنت، شايفين البودوسايت عامله ازاي؟ دي بودوسايت سليمه، بصوا اب عامله ازاي هنا؟ لا، البودوسايت حصل لها افيسمنت وبدات تفقد وظيفتها والبروتين بدا يخرج. خلاص جميل، تاني بقى بسرعه ان هي الديزيز ده، الديزيز ده اسمه مينيمال تشينج جلوميرولار فلايتس. خلاص، يبقى يحصل مينيمال يبقى على العيال الصغيره، مينيمال يعني تاثيره كان صغير. ليبويد نيفروزس برضو للاسم التاني، عشان لقينا اللي شويه ليبيد لادن موجودين فين؟ في البروكس، في الفيرنال تيبيول، في البروكسيمال كافيتي تيبيول. جميل كده، جميل. بيقول لك اول حاجه ان بيحصل ده الموست كومن كوز بتاع نيفروتيك سندروم في العيال الصغيره. طب الناس الكبيره الادلت هلاقيها فين؟ في الممبرينس جلوميرولار فلايتس. تمام، مش هلاقي اميون كومبلكس، ده قصته غريبه، مش هلاقي اميون كومبلكس موجود فين؟ مش هلاقي اميون كومبلكس موجود في الجلوميرولاي. طب جينا نبص لان انا بيجي بعد انفكشن، بيجي بعد اميونايزيشن، وبيجي بعد بيستجيب كويس للكورتيكوسترويد والهيجوكال لينفوما لما بيحصل مشكله في التي سيل، فدي لها علاقه بالمناعه برضه، والاتوبي اللي هي الحساسيه اصلا ليها علاقه بالمناعه. فبالتالي انا جالي يعني ايه، بدات اشك ان كان ده له علاقه بالمناعه. خلاص، فلقينا بصينا لقينا ان التي سيلز بتفرز سيتوكاينز، سيتوكاينز هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. هيعمل ايه؟ هيروح للبيدوسايت يعملها ايه؟ افيسمنت، ويروح للبروكسيما كافيتي تيول يخلي الهايبر ليبيديميا اللي حصلت تبدا تتراكم شويه ليبيد موجوده في البروكسيما كافيتي تيول، ده اللي هلاقيه. خلاص، تاني حاجه هلاقي ماس بريتونوريا، كلينيكال بيكشن ماس بريتونوريا هايلي سيلكتيف، الرينال فانكشن طبعا نورمال، نو هايبرتنشن ونو هيماتوريا، الاكسلنت ريسبونس للاسترويد لان احنا قلنا ده اللي هيدينا سبب ان هو ايه؟ ليه علاقه بالمناعه. خلاص جميل، اخر واحد معانا ان شاء الله، وده اخر مرض قبل الكرونيك، اسمه اي جي اي نفروباثي او برجرز ديزيز. يعني ايه يا عم البرجرز ديزيز؟ ايه البرجرز اللي احنا جايين ناكل ولا ايه؟ بص يا سيدي، الاي جي اي نفروباثي ده عباره عن ايه؟ بيقول لك هو اكتر سبب، يعني اكتر سبب بيعمل نفروباثي، ده الموست كومن نفروباثي وورلد وايد افكتنج للتشيلدرن والادلت. طب ان كان المينيمال تشينج للعيال الصغيره والممبرينس للناس الكبيره، فالبرجرز او الاي جي اي نفروباثي ده بيجي في الاثنين. جميل، ده قصته ايه بقى؟ بص يا سيدي، احنا عندنا اول حاجه جه شخص حصل له انفكشن للميكوزا او اللايننج ميكوزا. اللايننج ميكوزا ده اللي هو عباره عن ايه؟ عارفين مثلا لو حصل انفكشن مثلا في النوز، عارفين ايه الايميون جلوبولين اللي بيطلع؟ اي جي اي، عشان ده السيرفيس ابيثيليوم، اي جي اي بيطلع. خلاص، فجاه حصل الانفكشن ان الاي جي اي اللي طلع بدا يطلع اي جي اي بكميه كبيره، اي جي اي بكميه كبيره. خلاص، في نوعين هتلاقوا عندكم كاتبين اي جي اي 1، فالاي جي اي 1 المفروض احنا عندنا فيه نوعين من الاي جي اي، اي جي اي 1 واي جي اي 2. الاي جي اي 1 ده المفروض ان هو هيبدا موجود، هيفضل موجود، هو ده اللي هيلف في الجسم كله، يعني هو لو هو اللي ممكن يلف ورا البكتيريا لو دخلت. انما الاي جي 2 هيفضل موجود على السيرفيس ابيثيليوم عشان يبدا يحارب البكتيريا الثانيه اللي هتدخل. يبقى اي جي 1 ده، اي جي اي 1 ده اللي هيكمل في الجسم، يعني هيمشي في الجسم ويشوف لو البكتيريا دي دخلت، او اي جي 2 هيفضل على السيرفيس ابيثيليوم. ماشي، طب بيقول لك اول حاجه ايه؟ فهو ما كملناش بعد كده. فهو الاي جي اي 2 اللي بيقف على الميكوزا والاي جي اي 1 دول هيزيد كميتهم قوي. فيبدا الاي جي اي 1 اللي هيلف في الجسم هيروح لاماكن كتيره، منها الاماكن اللي هي ايه؟ الكدني. فمن من الميكانيزم بتاع الديزيز ده ان هو الاي جي اي 1 ده هيبدا يلف في الكدني ويروح يترسب في الميسانجيوم. خلاص، ويبدا يعمل مشاكل بقى ميسانجيال بروفريشن، وممكن عشان انا قلت لك ده بيعمل نفروتك صح؟ ممكن يعمل نفروتك ازاي؟ انه هيسبب كريسنت فورميشن. الاي جي الانتي بودي ده هيروح للجلوميرولاي ويبدا يعمل كريسنت فورميشن. فانا بقول لك كريرلي ان ممكن يعمل نفريتك، لكن هو نفروتك صح، لكن ريرلي ممكن يعمل نفريتك. خلاص، تاني اللم حصل انفكشن، الانفكشن زود الاي جي اي، الاي جي اي 1 ولا 2؟ 1 و2 الاثنين. طب ال1 اللي المفروض هتلف في الجسم هي اللي هتاثر عليا، فراحت للكدني، اترسبت في الميسانجيوم. خلاص كده، بدات تعمل الحاجات اللي هنقولها دلوقتي.
ده بكل اختصار. جميل. اي جي نيفروز يقول لك وان اوف ذا موست كومن نيفروباثي ورلد وايد افكتنج بوث تشيلدرن والادلت. جميل. نتيجه الاي جي اي ديبوزيشن في الميسنجم هيروح يترسب في الميسنجم اسوشيتد ويز فايرال وبكتيريال انفلاميشن، هيروح يعني حصل فايرال او بكتيريال انفلاميشن بدل الاي جي اي زيت. ماشي. فيحصل كومبلمنت اكتيفيشن ويبدا يحصل انجري، يبقى الاي جي اي هيترسب في الميسنجم يبدا يعمل انجري عن طريق ان هو يعمل كومبلمنت الترناتيف كومبلمنت وسوي. جميل كده. جميل. لكن ممكن يحصل زي جلوتين. بص اهم يعني حاجه هي مشهوره، لكن في حاجه اسمها في ناس عندها حساسيه من الجلوتين او كرونز ديزيز، الحاجات دي انفلاميشن. فممكن يقول لك مثلا يقول لك ان حصل انفلاميشن بعدين نتيجه جه بعده حصل انجري في الكدني. خلاص يعني ممكن يجيب لك كيس كده، ممكن يقول لك مثلا عندي ايه حصل، لقينا الشخص ده عنده ايه جلوتين انتروباسي، يعني عنده حساسيه من القمح، عنده كرونز ديزيز ده انفلاماتوري ديزيز برضه. فبيقول لك ان ممكن يجيب لك الاسم ده ويقول لك جه بعده حصل انفكشن في الكدني مثلا، فتقول له مثلا الاميونوجلوبولين المفروض مسؤول عن كده اترسب فين، الحاجات دي كلها دي الاسئله اللي ممكن تيجي هنا في المنطقه دي. خلاص تمام. اول حاجه ان انا بص تحت اللايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب لقينا ايه، بص الثلاثه نيفروتيك اصلا كانوا نورمال جلوميرولاي. ايه اللي حصل نتيجه ان الاي جي اي اترسب في الميسنجل؟ حصل لابروفليشن. جميل. فوكال سيجمنتال بروفليشن. حد يقول لي فوكال يعني ايه؟ يعني خدت جزء من الجلوميرولاي. سيجمنتال يعني خدت سيجمنت صغيره من الجلوميرولاي، مش انتاير جلوميرولاي كلها. بروفليشن حصل فوكال سيجمنتال بروفليشن للجلوميرولاي، يعني مش كل الجلوميرولاي ومش الانتاير كلها. جميل. وعشان هو ممكن يعمل نيفريتك سندروم، لان وعشان قلنا ان هو ممكن يعمل نيفريتك سندروم، قلنا ان هو ممكن يعمل ايه كريسنت فورميشن في الرير كيسز، فيعمل لي كريسنت جلوميرولو نفرايتس، يبقى في بعض الحالات ممكن يعمل كريسنت. فعشان كده قلنا نفريتك ونفريتك. جميل. جينا بص تحت الالكترون مايكروسكوب لقينا ايه، لقينا في ميسانجيال اي جي اي ديبوزيت، لقينا ان في ديبوزيشن للاي جي اي موجود فين في الميسانجيوم، زائد ممكن الاقي اي جي جي واي جي ام وسي 3 لو حصل ايه، لو حصل ان في كريسنت جلوميرولو نفرايتس. جميل. بعدين لقينا ايه، في سب اندوثيليال ديبوزيت في الاجريسيف فورم، لو حصل اجريشن للموضوع ده لقينا في سب اندوثيليال بين الاندوثيليوم والبيزمن تمبرين، فيبدا ياثر على البيزمن تمبرين ويحصل على الاندوثيليوم ويبدا ياثر على الاندوثيليوم فيبقى ايه النفريتك اللي احنا كنا قلنا عليه من شويه. ماشي. يبقى تاني الالكترون اللايت مايكروسكوب هنلاقي فيه نورمال جلوميرولاي زي الثلاثه زي الاثنين اللي قبله، ميسنجر بروفريشن فوكال سيجمنت بروفريشن، وده ده كده له علاقه بايه النفروتك. طب نيجي النفريتك بيقول لك كريسنت فورميشن ويعمل كريسنت جلوميرولاي فرايتس، هاجي على اي ام هلاقي فيه الحاجه العاديه مسنجر اي جي اي موجود ديبوزيت، وممكن الاقي لو هو عمل اكيوت او عمل كريسنت فورميشن هلاقي اي جي ام 3. جميل. ولاقي سب اندوثيليال ديبوزيت في الاجريسيف فور. خلاص. يبقى مسنجر اللي هو نيفروتيك، سب اندوثيليال اللي هو ايه نيفريتيك، وهياثر على الاندوثيليال سيل. الفيت بتاعه من 35 ل 50% بيديني ايه كورونيك رينال فيلير، مش مهم قوي يعني، بس اعرف ان هو بيدي كورونيك رينال فيلير. الديفيوز ميسنجر بروفريشن طبعا ميسنجر بروفريتيف جلوميرولونفرايتس، يعني هيديني في ديزيز اسمه ميسنجر بروفريتيف جلوميرولونفرايتس هينتج عنده، يبقى لان ده الوحيد اللي بيجي فيه ايه الاي جي اي هيبدا يترسب فين في الميسنجم، ويحصل هيلينج بقى، يبدا هيلينج بقى ايه فوكال سكلروزيس. لو بصيتوا بقى في الجدول اللي في الاولاني خالص كان بيقول لك ان مفيش بلوريفيشن ولا انفلاميشن في النفروتيك، بس كان في ايه سكلروزيس، يبقى عشان السكلروزيس بيكون فين في النفروتيك اكتر، يبقى السكلروزيس كان بيكون فين في النفروتيك. خلاص كده. جميل. ادي هو بيقول لك ايه بلك الباثو جينيسيس اي جي ان نفروباسي او بريكاس، واغلبه جينيتيك. بص اي حاجه مش يعني اي حاجه بيقول لك مش عارفين سببها يقول لك جينيتيك او اكوايرد ابنورمالتي الاميون ريجوليشن، ان الاي جي اي تكون ايه بكميه اكبر، زياده اهو زياده العدد بتاع الميكوزا الاي جي اي سينثيسيس، فالاي جي اي يبدا يترسب كومبلكس سنت راب في الميسانجيوم، وبدا يحصل ايه يبدا يعمل كومبلمنت وسوي ويعمل انجري في المكان اللي هو فيه. خلاص كده. بيقول لك ان ريسبونس تو ريسبيراتوري اور جي تي اكسبوجر تو انفايرمنتال ايجنت اللي هو الانفلاميشن اللي ممكن يحصل، يعني الانفلاميشن بيقول لك كرونيك مثلا برونكايتس، الامثال اللي هم اديها لك كرون برونكايتس جلوتين انتروباسي، الحاجات دي انفلاميشن حصلت في اماكن ثانيه وخلت الاي جي اي يزيد، فالاي جي اي راح يترسب في الميسانجيوم. خلاص كده. جميل. يبقى احنا كده خلصنا ثلاثه ديزيز اللي المفروض ناخدهم. قبل ما نخش على الكورونيك بقى هناخد بسرعه اللي خدناه، الممبرينس جلوميرولار فايتس ده ايه اللي حصل، بسيطة تعرف عنه ايه، ان هو راح سب ابسيليال فاثر على البودوسايت واثر على البيزمنتمبرين بدا يزيد في فعلا فيزيد ويبدا يكون سبايكس. خلاص. طب البيتوسايت حصل لها افيسمنت فبدات تعمل ايه ماس بروتينوريا. تمام. تاني حاجه المينيمال تشينج، المينيمال تشينج دي لها علاقه بايه، لها علاقه بالفود بروسيس والليبيد لادن، يعني هيحصل الفود بروسيس افيسمنت الفود بروسيس بتاعت البيتوسايت ويحصل ليبيد لادن، وده بنيجي في الناس الصغيره، وده كان في مشكله ليه، لان احنا ما لناش اميون كومبلكس، واهم حاجه فيه ان الميون فلورسنت بتاعته بتبقى نيجاتيف، يعني ما فيش اميون كومبلكس موجود خالص. خلاص. فده شككنا ان هو ايه ممكن ما يكونش اميون، لكن الحاجات اللي هي الاتشي اللي احنا قلنا ساكننا في اتشي اتوبي و ادبي وبيحصل بيس ريسبونس دراماتيك ريسبونس للكورتيكوستيرويد، وبيجي بعد هيدج كونفورم واي اومينايزيشن
شكتني اللي هو ممكن يكون ايه في انفلاماتوري كونديشن لها علاقه بالموضوع. بعدين اخر حاجه اي جي نفروباسي، ده له علاقه ايه بالميسنجر، الميسنجر يحصل بروفريشن، وممكن يحصل برضو ايه ان يعمل نفريتك معاه، ان هو يعمل كريسنت فورميشن في الموضوع ده، فيعمل ايه نفريتك سندروم. لان فقلنا ان الاي جي نفروباسي ممكن يعمل نفريتك وممكن يعمل ايه نفريتك. جميل جميل. اخر حاجه بقى في محاضرتنا النهارده، احنا خدنا اهو الثلاثه ديزيز اللي قبله، هناخد ناقص حاجتين بسيط، الكرونيك جلوميرولي نفريتس بعد ما الاكيوت يحصل له اند ستيج ليه، واخر حاجه الكاستس. كاستس يعني هنت بسيط خالص. جميل. بيقول لك الجروس بيكشر، هاجي بص بقى على الجروس بيكشر بتاع ايه الاكيوت والكرونيك، احنا ما خدناش في الاول فهنأجلها دلوقتي عشان ايه، يعني هناخدها دلوقتي عشان ده الجزء اللي هيبقى فيه ايه نقدر نسبب بين الاكيوت والكرونيك عشان لو جبتنا في العملي. اول حاجه السايز، السايز يعني الحجم. هيبدا يقول لك ايه ان السايز بتاع الاكيوت هو بوس كيدني حصل لهم ايه اللارج. ليه بقى؟ لو احنا فاكرين في النيفريتيك سندروم كان حصل اديما وحصل سيلولار بروفريشن، فكبرت الجلوميرولاي، فالجلوميرولاي كلها كبرت، فحصل ايه ان البوس كيدني احنا قلنا الاكيوت ديفيوز، فيحصل في كل الجلوميرولاي ويحصل ايه في البوس كيدنيز، فبالتالي حصل لها اللارجمنت. فنتيجه اللارجمنت دي ايه اللي حصل؟ بدات تظهر في البروس بيكتشر على انها ايه هيوجلي مودريتلي اللارج. تمام. طب تاني حاجه الكرونيك، الكرونيك سيمتريكالي يونيفورم ريديوسد، يعني نتيجه احنا قلنا ايه اي كرونيك اللي بيحصل فيه لو الموضوع زاد عن حده تبدا الكرونيك او الـ الخلايا يبدا يحصل لها فايبروسس، يبدا يجيب فايبرين ويبدا يكون فايبروسس، فيبدا الحجم يقل. فبيقول لك ان هو سيمتريكالي الاثنين مع بعض حصلها يونيفورملي ريديوسد تو ذا ثيرد اوف نورمال سايز، هتقل للثلث، يبقى السايز ده انلارجد ده ريديوسد. تاني حاجه السيرفيس، السيرفيس من بره احنا عارفين ان في الاكيوت كان حصل اديمه ونتيجه الاديمه فهيبدا ابيل، اي شخص باي عارف الشخص اللي عنده انيميا نتيجه ان البلد عنده قليل، فاي شخص وشه بيل زي الكيدني كده بالظبط يحصل لها بيل وزي سموث سيرفيس خلاص. انما هنا فاينالي جرانيولر، لما باجي اعمل عارفين عارفين الكيدني اهي صح، عشان عندي مشكله في الموس الكيدني، فالكيدني لما حصلها بقى فايبروزس ايه اللي حصل؟ لقيت عملها كده كشت، عمال تكشف نفسها اهو صح، فلقينا محببه، تلاقي تيجي تحس عليها من بره كده تلاقيها محببه اهو، حبه 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 خلاص، تلاقيها جرانيولار. فيقول لك فاينلي جرانيولار سيرفيس، السيرفيس اللي بره هنلاقيها جرانيولار، انما لو هي اكيوت هتلاقي اللارجمنت و وسموز، سموز من بره. جميل. طب الكبسول من بره تنس واز ديستريبتد، يعني ايه تنس؟ هو مشدود اه، يعني تنس يعني مشدود بس مش لازق على الكليه، يعني ممكن يشيل بسهوله. استريبت از دي عشان الميه اللي اتكونت، فبدات ايه الاديمه اللي اتكونت والميه بدات تبقى ايز استريبت. انما لو هو كرونيك بقى نتيجه الفيبروزس اللي حصل ففيرملي ادهر. جميل كده كبسول السيرفيس والسايز والكبسول. اخر حاجه كات سيكشن، لما اجي اقطع اخد كات سيكشن في كدني ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك الكدني تبقى وايد. ليه وايد؟ عشان احنا قلنا حصل لها انلارجمنت فبالتالي والاديمه فانها وايد. بيل كورتكس، ليه بيل كورتكس؟ عشان القديمه اهي مش حاجه جديده. ويس كونجستد جلوميرولاي، ليه كونجستد جلوميرولاي؟ يعني جلوميرولاي حصل لها كونجيشن نتيجه السيلولار بروفريشن والقديمه اللي حصلت حصل لها كونجيشن. وجلوميرولاي فيزابل از لايت جري بروجكشن، يعني ايه لايت جري بروجكشن؟ يعني الكدني لما اخد كات سيكشن هتلاقي الكدني عامله كده نقط لايت جري بروجكشن اهي خلاص، هتلاقي البروجكشن دي بقت شكلها جري. جري ليه؟ لان القديمه خلت شكلها حاجه بيل زي البيل كده، فهي لايت جري بروجكشن، يعني الكدني حصل لها ايه بتظهر على انها لما اخد كات سيكشن في الكدني كده حاجه بص عليها الاقي ان في ايه بقى جري بروجكشن للجلوميرولاي. اند ديكريز ديفرنشيشن بتون كورتكس اند مظله، هلاقي بقى كله صح على بعضه، هلاقي في يعني مثلا انا كنت ببقى عارف الكورتكس المظله اهي كده كده مثلا اهي، كان في مثلا بعرف الكورتكس المظله كده، لا ده حصل اديمه وسيلر بروفريشن مبقتش عارف بقى الفرق ده، مبقتش عارف كلها سايحه في بعض، يعني هلاقي القديمه كده مغرقه الدنيا دي كلها مش عارف عارف ديماركيشن بين الكورتكس والمظله خلاص. ماشي. طب هروح تاني للكورونيك، الكورونيك بيقول لك ايه الكورتكس السين اوت، مش احنا حصل فايبروزس وحصل ريديوس في السايز، فتلاقي الكورتكس حصل له ايه قال حصل له سين اوت، والمدرري بيراميد حصل لها شرانكن عشان الفايبروزس، ويز لوكوس اوف ديماركيشن برضه حصل لوس اوف ديماركيشن بين ايه الكورتكس والمظله. عشان بص كانت في كده هنا اهي، دي كانت نورمال اهي، بص هنا لما قلت لقينا دخل في بعض، يعني الكورتكس والمظله لانهم موجودين في حته صغيره خالص ما اقدرش افرق بينهم خلاص كده. جميل. يبقى يعني بسرعه السايز ده الاكيوت يزيد ده يقل، كل حاجه سببها قديمه وبروليفريشن، ده اصل ده اللي هيفرق الاكيوت بروليفريشن الانفلاميشن اللي في الاول عن الاخر ها قديمه،
يبقى بيل، السيرفيس هيبقى بيل عشان اديما، وسموث سيرفيس عشان اديما برضه. طب هنا فاينل جرانيولا ليه؟ عشان فايبروزس، يبقى ده سبب اديما وده فايبروزس. طب هنا الكبسول تنسي وستريبت اس دي عشان اديما، عشان الميه بدات تخلي الكبسوله ده تشد بسرعه. طب الكورونال جلوميرولار فلاكس عشان معذره عشان فايبروزس. جميل. اخر حاجه الكات سيكشن، حاجه افتحها الاقي فيه ايه؟ وايد عشان اديما، وبيل كورتكس برضه عشان اديما، وكونجست عشان اديما وبروفليشن، ولايت جري بروجكشن اند ديكريز ديفرنشيشن. وهنا برضه كورتكس سين اوت عشان فايبروزس، ومدار البيراميد ار شرانكن وذ لوس اوف ديماركيشن بين الاثنين. خلاص كده. جميل. انا قلت بس انا كنت اخرت الاكيوت ديفيوز عشان بس نبدا نقارن بينهم. يبقى دي سببها اديما، دي سببها سبب اديما، دي سببها فايبروزس. يا صفحه كانت عامله كده ليه؟ ماشي يلا بينا. خلاص قربنا نخلص اهو. جينا نبص على كل الجلوميرولونفرايتس باللايت ميكروسكوب، كل الجلوميرولا حصل اول ديجري اوف جلوميرولا هايلانيزيشن، يعني الانجري الجلوميرولا هايلانيزيشن هو انجري، حصل انجري في السيلز نفسها ما بقتش تقدر تقوم بوظيفتها، فحصل هايلانيزيشن ويز انترستيشال فايبروز اند ليمفوسايت. عارفين ان فايبروز نتيجه الكرونيك عشان هو كرونيك، والليمفوسايت عشان برضه كرونيك سيلز. ليمفوسايت وبلازما سيل وماكروفاج دي الخلايا المسؤوله عن الكرونيك انفلاميشن، فلقيناها بتتكون هنا في الكرونيك. ابص تحت الميكروسكوب هلاقي في الكرونيك. اند سيكنينج افرنت ارتريول، حصل سيكنينج في الافرنت ارتريول عشان يبدا عشان كرونيك. الكرونيك انفلاميشن اللي حصل هنا بدا يضيق الخلايا الكبني، بدا يحصل لها فيبروز فبدات تقل. فايه اللي حصل نتيجه للموضوع ده؟ بدا يحصل انت ارترايتس اوبليترينز. يعني ايه؟ يعني نتيجه للفيبروز اللي حصل ده تبدا الليمفوسايت والبلازما سيل، الليمفوسايت والفيبروز ده بدا يتراكم في السيلز، بدات تيجي في السيلز. يعني اهو بص، لو الليمفوسايت ده اهو شريان عايز يوصل للكدني دي خلايا بسرعه، لان ده كرونيك انفلاميشن عايز يوصل الخلايا بسرعه، فيبدا عشان يبدا يوصل لها كميه بسرعه من الخلايا هي ده يحصل له سيكنج، يبدا يحصل له سيكنج في الارتريول اللي جايله، فيبدا يزود الخلايا اللي راحه بلازما سيل وماكروفاج وليمفوسايت، يبدا يزودها عشان يبدا يشوف الكرونيك انفلاميشن اللي بيحصل هنا ده. خلاص كده. جميل. بدا ممكن بعد الجلوميرولاي يحصل لها هايبر تروفي عشان هي كانت المفروض بتقوم بوظيفتها، الخلايا ما بقتش قادره، خلايا صغيره خالص اللي حصل لها يعني خلايا صغيره خالص اللي بيحصل لها اللي بقت تقوم بوظيفتها، فتبدا الخلايا دي تبدا يحصل لها هايبر تروفي عشان تقدر تقوم بوظيفه الخلايا التانيه اللي بايه اللي حصل لها مشكله. خلاص. ممكن بعد التبديل بقى الاقي فيها ايه كاستس وحاجات تانيه. خلاص كده. يبقى عرفنا اللايت ميكروسكوب هنلاقي فيه ايه. جميل. جينا نبص بقى للكلينيكال بيكتشر. طب الكلينيكال بيكتشر عباره عن ايه؟ بيقول لك اول حاجه في الاول خالص في ال ستيج والليت ستيج، في الاول خالص هلاقي في ايه؟ كان في شويه خلايا شغالين، يعني مثلا لو نفترض ان دي كدني اهي، مثلا الخلايا دي كلها مثلا دي كلها افكتد، ما بقاش غير شويه دول بس، فشويه دول هيقوموا بوظيفه الكدني دي كلها، فيبدا الكدني تخرج بسرعه، تخرج تخرج تبدا تخرج، يعني عايزين يقوموا بوظيفه الخلايا الباقيه دي، فيبدا يخرجوا ميه كتير، فيحصل في الاول ايه؟ بوليوريا. جميل. وعشان بوليوريا اللي حصل ايه اللي يحصل؟ السبيسيفيك جرافيتي. المفروض السبيسيفيك جرافيتي يعني ايه؟ يعني المفروض مثلا انا لو بخرج كميه ميه معينه او بول معين بيبقى فيه مثلا ايه تركيز معين من الحاجات، لو انا خرجت نفس التركيز ده وزودت كميه الميه، السبيسيفيك جرافيتي المفروض زي التركيز بالظبط، تركيز المياه دي بقى قل عشان كميه الميه زادت، فيحصل نتيجه البوليوريا اللي حصلت دي يبدا يحصل ايه؟ ديكريز السبيسيفيك جرافيتي. جميل. ونتيجه برضو ان حصل في الاول احنا كنا قايلين ان ممكن يبقى نتيجه اند ستيج اكيوت او كرونيك، هلاقي في ايه؟ مايلد بروتوناريا، اهو مايلد بروتوناريا، وممكن الاقي ايه؟ هيلاين كاستس وجرانيولار كاست. هنعرف الهيلاين كاست دي اللي هي كمان شويه ليها علاقه بالبروتونيا، فالمايلد بروتوناريا هو اللي هيعمل هيلاين كاستس، هنعرف كمان شويه ازاي. خلاص. يبقى في الايرلي بوليوريا السبيسيفيك جرافيتي قلت، ومايلد بروتوناريا عمل هيلاين كاست. خلاص. كله مترتب على بعضه. الليت بقى خلاص بقى الشويه اللي كانوا شغالين كويس دول خلاص ما بقاش شغالين، فيقوموا واقفين، ويبدا يحصل بقى ايه؟ خلاص شويه صغيرين خلاص اللي شغالين تلاقيه يعمل ايه؟ اوليجيوريا، كميه البول اللي ده نازل شويه صغيرين خالص، خلاص بيحصل اوليجيوريا، بروجريسيف اوليجيوريا في ثانيه، بروجريسيف. تاني حاجه يوريميا، لان الكدنيا مبقتش تخرج اي حاجه، فترجع اليوريا والكرياتينين للدم. خلاص. تاني حاجه انيميا. ليه انيميا؟ عارفين ان الكدني من الفسيولوجي بتبقى مسؤوله عن الريسيبروتين هرمون، الريسيبروتين اللي هو بيصنع الار بي سيز، فبالتالي الكدني ما بقتش تصنع خلاص، الكدني باظت، فبالتالي الريسيبروتين ما بقتش تصنع، فبالتالي حصل انيميا. واخر حاجه هايبر تنشن نتيجه الانيميا اللي حصلت. خلاص كده. جميل. او هايبر تنشن نتيجه ان انا بدات ارجع المواد، ما بقتش اخرج حاجه من الجسم او بقتش اخرج حاجه من الجسم، فكله بيرجع، فحصل هايبر تنشن. جميل كده. يبقى ده في الايرلي وده في الليت. اخر حاجه الفيت بقى، يعني
المفروض الفيت بتاع الكرونيك ده ايه اللي يحصل؟ بيقول لك سلو بروجريس تو كرونيك رينال فيلير، يعني يحصل كرونيك رينال فيلير في خلال 10 سنين، يعني ده الكرونيك بقى بيبقى مزمن فيقعد فتره طويله لحد ما يعمل ايه كرونيك رينال فيلير. خلاص اخر حاجه بقى عندنا قبل الهيالين كاستس، اخر موضوع خلاص، بيقول لك الجلوميرولو نيفرايتس. ثانيه عشان امسح بس عشان مش بس الحاجات دي. بيقولك الجلوميرولونيفريتس اللي بتحصل او الخلايا اللي المفروض تحصل في ايه الحاجات اللي ممكن تديني كورونيك جلوميرولونيفريتس. اول حاجه بيقولك ايه، ان من اشهر اسباب الجلوميرولونيفريتس عندنا ايه، رابيدلي بروجريسيف. ثانيه بيقولك من اشهر الاسباب اللي تعمل لي كورونيك جلوميرولونيفريتس هي رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفريتس. فاكر رابيدلي بروجريسيف اللي هو كريسنتريك؟ ده اشهر سبب يعمل لي جلوميرولونيفريتس، يعمل لي كورونيك جلوميرولونيفريتس ب 90%. خلاص يجي بعد الممبرينس، يجي بعد الممبرين بروليفريتيف، الحاجات الممبرين بروليفريتيف مش علينا، بس هو ايه يعني بيقول لك من سبب من اسباب الكورونيك جلوميرولونيفريتس. فاهم حاجه ان اشهر سبب يعمل ايه، رابيد بروجريسيف اللي هو الكريسنتريك فورميشن. جميل. اخر حاجه بقى اليونري كاستس، احنا عرفنا شبهناها باللي هو لو الشخص مثلا عامل اللي هو زي الراجل بتاع الراجل بتاع الحلبيات ده، اللي هو بيعمل زلابيا وبيعمل بلح الشام وكده. فهي لو انا الار بي سيز هنا متراكمه هنا، خلاص اتراكمت على بعض، فايه اللي يحصل؟ التوبيول عايزه تنزلها، التوبيول عايزه تنزل الار بي سيز دي، فيبدا تعصر وتنزل لتحت، تعصر وتنزل لتحت، تعصر وتنزل. فايه اللي يحصل؟ تبدا الار بي سيز تتراكم وتخرج على هيئه الفتحه دي كده، فتخرج على هيئه كده، دي اسمها كاست. خلاص بس سلندريكال. بيقول لك سوليد يورينري كوليستيتوانت ديتكتد ان يورين از سلندريكال. ليه سلندريكال؟ عشان شكل التوبيول اللي ماشيه اللي خارجه منها ار بي سيز دي بتبقى سلندريكال كده، اهي سلندريكال، هي اسطوانية الشكل يعني، فيبدأ تخرج على شكل ايه؟ السلندريكال دي. خلاص أول حاجة ممكن تبقى هايلاين كاست، هايلاين يعني بروتين، يعني هيبقى خارج على شكل بروتين، يبقى البروتين يعمل هايلاين كاست. ماشي. تاني حاجة بلاد، ممكن الار بي سيز وهي خارجة في الهيماتوريا تعمل لي بلاد كاست أو ار بي سيز كاست. تاني حاجة سيلولار، سيلولار ده ممكن مثلا حصل انفكشن في كدني فتخرج مثلا ايه؟ البسيليا سيل اللي حصل لها نكروزس تبدا تخرج فتعمل لي سيلولار كاست، او ممكن مثلا ايه الانفلاماتوري سيل نفسها تعمل لي سيلولار كاست. اخر حاجه جرانيولار، جرانيولار يعني ايه، تبدا الدبرس، الدبرس يعني البقايا، البقايا بتاعت الانفلاميشن والحاجات دي كلها تبدا تخرج وتعمل لي جرانيولار كاست. خلاص كده تمام، احنا كده خلصنا محاضرتنا النهارده. كان بيتكلم عن ايه، اول حاجه خدنا 3 ديزيز، اول 3 ديزيز اللي هم ايه، ممبرينس جلوميرولار فلايتس ومينيمال تشينج، واخر حاجه اي جي نيفروبس. دول 3 ديزيز، 3 ديزيز مثال على ايه، على نيفروتيك. قلنا اول واحد يأثر على البودوسايت والبودوسايت والبيزم تمبرين يعمل سبايكس ويعمل البيزم تمبرين افيسمنت. يجي تاني واحد مينيمال تشينج اللي هو كان ما كناش متاكدين ان كان انفلاميشن ولا لا، بعدين بدا يحصل ايه، يعمل افيسمنت البودوسايت ومعاه ليبيد لادن، عشان كده سميناه ليبيد نيفروز، ليبيد لادن البروكسيمال كومبليت تبيول. تبدا ليبيد ايه، تلاقي في شويه ليبيد كده موجوده في التبيول. خلاص تاني واحد اي جي نيفروباسي نتيجه انفكشن او اي حاجه، وكان في جينيتيك بريدسبوزنج فاكتور، كان بريدسبوزنج فاكتور يعني الموضوع بدا الاي جي اي يزيد، بدا تكون اي جي اي يزيد فيروح يتراكم فين، في الميسانجيوم، فيبدا يعمل ايه ميسانجيال بروفريشن، وممكن معاه يحصل كريزنت فورميشن فيبقى ايه مزيج بين نيفريتك ونيفروتك. خلاص ماشي. اخر حاجه بدأنا نتكلم عن كرونيك جلوميرولونيفريتس، وده الاند ستيج، بدأنا نقارن بين الاكيوت والكرونيك. ان كان الاكيوت ده كان الاكيوت اللي هو تبدا الكدني حجمها قل، الكدني حجمها قل ولا زاد، في الاكيوت زاد، في الكرونيك قل، السايز، الشيب، الكاس سيكشن، الحاجات دي كلها. بعدين في الاخر بدأنا نتكلم عن يورينري كاست، بدأ يدينا نبذه كده عن يورينري كاست، لان يورينري كاست ممكن تكون هايلاين وبلاد وسيلولار وجرانيولار. وبكده الحمد لله نكون خلصنا جزء النهارده. يجي بقى الاهم حاجه واهم جزء بالنسبه لي اللي هو الكويس. يلا بينا. اول سؤال بيقول لي في الاي جي اي نيفروباسي، اللي هو الاي جي اي نيفروباسي يصل ديبوزيشن الانتي بودي اقل ان ذا فولوينج، الاي جي اي نيفروباسي هيحصل له تراكم فين؟ تمام، مسانج صح. هايلاين كاست، الهايلاين كان اكر ان كيس اوف بروتينوريا، هل هايلاين اللي اسمها هايلاين كاست بتحصل نتيجه البروتين؟ ايوه صح. الليت ستيج اوف كرونيك جلوميرولونيفريتس، في الليت ستيج زيرس اوليجوريا اند انيميا، في الليت ستيج خالص اللي هو كان فيه شويه خلايا صغيرين خالص خالص هاي ما تقدرش تعمل اي حاجه صح، هيحصل اوليجوريا وهايبرتنشن وانيميا. تمام. ذا موست فريكوينت كوز اوف نيفريتك سندروم في التشيلدرن، احنا قلنا نيفريتك سندروم في التشيلدرن يعملها ايه، في التشيلدرن ايه اللي يعملها؟ المينيمال تشينج. طب هو جود باستر؟ لا مش جود باستر. ليبويد؟
نسيبها شويه، اي جي نيفروباثي ما يعملش وكريسنت. قلنا في اسم تاني للمينيمال اسمه ليبويد، فيبقى هي دي الصح. جميل. ان كونسبيكشن اوف كرونيك جلوميرولونيفريتس زير از انلارجد في السايز، هل في جلوميرولونيفريتس بتاع الكرونيك اللي كان فيه فايبروزس يزيد في السايز؟ لا طبعا غلط. ماشي. زير از ابنورمال رينال فانكشن ان مينيمال تشينج جلوميرولونيفريتس، لا ده احنا قلنا ده اكدت عليها ان ان المينيمال تشينج اصلا تاثيره صغير، فيبقى النورمال فانكشن كانت زي الفل وكله تمام. في الاخر يا دكاتره حابب اشكركم جدا والله، عارف ان انا طولت عليكم، واتمنى ان شاء الله اكون كنت خفيف على قلوبكم، وانكم استفدتوا ولو بمحاضره واحده ولو بمعلومه واحده، اسف. في الاخر حابب اقول لكم بس الحديث ده، من سلك طريقا اكيد كلكم عارفينه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه تتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القلم القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ حظا وافر. حابب بس اقول لكم كلمتين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. خليك فاكر ان الليالي، اكيد كلنا بنمر بالليالي دي، خليك فاكر ان الليالي اللي انت بتقعدها وبتسهر عشان مذاكره وعشان تفضل تعبان وبتحرم نفسك من حاجات كتير، وما بتخرجش مع اصحابك ولا بتخرج مع العيله، بتفضل قاعد مذاكر، ما تفتكرش ان بس المذاكره دي او الدرجات دي انت هتاخد بيها درجات اخر السنه، مش الدرجات بتاعت اخر السنه عشان تطلع من الاوائل او عشان ربنا يكرمك وتبقى دكتور شاطر، اوعى تفتكر كده بس. ده من سهل الله، من سلك طريقا تمشي فيه سهل الله له طريقا الى الجنه، يعني ربنا بيرفعك بس، مش هترفع نفسك، مش ده دلوقتي بس، لا ده ربنا بيسهلك طريق الجنه، بيرفعك درجات عشان توصل للجنه. فدايما خليك فاكر ان الليالي اللي انت بتتعبها او الليالي اللي انت بتقعد فيها حارم نفسك من حاجات كتير، ان مش بس عشان درجات اخر السنه، لا ده بس ده كمان في الاخره ربنا عايل لك خير كتير. وفي الاخر ان شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله اكون كنت خفيف على قلوبكم والمحاضره تكون سهله. وما تنسوش تكتبوا الفيدباك، ولو في اي حاجه انا قصرت فيها، انا بجد من الناس اللي بحب اسمع الفيدباك قوي، وبحب اسمع للانتقادات اكتر على فكره، يعني لو في اي حاجه اقدر اعدل انا اخوكم الكبير، واكيد انتوا تتمنوا ليا ان انا احسن في اللي جاي، وان شاء الله نتقابل على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.